Assalamu alaikum. Donc on est vraiment très content de revenir ici à Kansado. Et féliciter aussi FC Noir le Noir Dibou pour sa la belle organisation comme chaque année ça se fait. Et fier encore d'avoir encore ramené cette équipe qui avait gagné l'année dernière quand même. Voilà. لوبن هدف هذه النسخه ديالو الخصوصيه ديالو هذه السنه هو ان هناك مشاركه كثيفه جدا من طرف دوله السنغال الجار السنغال واخواننا الموريتانيين ونحن كذلك هناك مشاركه كثيفه هناك تنظيم جيد ومحكم محكم محكم كنشوفوا هناك احترافيه في التنظيم الاخوان ديالنا بفعل الزيارات المتبادلة والمشاركات المتبادلة أنهم وفروا لنا جميع وسائل الراحة. الدكتور يعقوب البو نادي النجوم للحميدية. احنا هون نوادي بو بمناسبة النسخة الثالثة من بطولة FC نوادي بو المفتوحة لوبن FC نوادي بو. وجيناها صراحة بين اللي لفتنا شفنا من حسن التنظيم في النسخ اللي فايتة. من المنبر نحن انا سيد محمد عبد الله الكوري ديريكتور تكنيك سكسيون سنيم شاكرين نفسي على البطولة اللي نظمت هون في حي كانصادو في سكسيون سنيم وهذه البطولة الحمد لله المرة الثالثة تعدلها FC و FC نادي جديد على بيتانغي غير ملي مساعة اللي شافه تبارك الله طرال وياسر من الشيسين وFC نادي كبير تو ما قد ينقال عنه ما هو نادي كبير. متكلم مداد الوفيل لاعب نادي الكيدية الكرة الحديدية جايين هنا تنشاركوا في هذه البطولة نسختها الثالثة اوبن FC نوادي وشاكرين هما اللي تغطيتكم انتم الاعلاميه ومواكبتكم على هذه الاحداث الرياضيه اللي عودتنا هما اللي FC نوادي بو على هذا النوع من البطولات ومشاركه فيها جميع الولايات الوطن الحمد لله ورانا من هذا المنبر نتمني التوفيق لجميع اللاعبين وجميع الفرق المشاركه. لاعب من نادي تفرق زينه شاكرين نادي FC على تنظيم هذه المسابقه الدوليه القيمه هذه النسخه الثالثه فيه اضافه نوعيه نتمنى للجميع التوفيق في النهاية نشكر نادي FC على تنظيم هذه المسابقة الدولية الفريدة من نوعها اللي هو يعتبر حاليا أفضل الأندية على مستوى التراب الوطني. السلام عليكم ورحمة الله، المتحدث إبراهيم اليحيى رئيس نادي FC نوادي بو للكرة الحديدية. نحن هون في نوادي بو بهذه التظاهرة اللي عادت تظاهرة عالمية شيئا ما بالنسبة للمنطقة. هذه النسخة الثالثة من بطولة نوادي بو المفتوحة الكرة الحديدية وتشهد مشاركة قياسية ضريك تقريبا 130 ثلاثية اللي هو ما يقارب 390 لاعب. العام اللي فات كنا لحقنا 100 تقريبا 120 للعام فتنا لحقنا زايد على قريب من 200 ثلاثيه وبالتالي عام وراء عام لا يتعود اشبه ويعود فيها زايد على ذاك الاجانب اللي يستقطبوهم اكثر وفيها جوائز مشجعه بما انها هم اللي بانتساب زهيد لا رمزي وتوفراني من هذا المنبر اشكركم واشكر جميع المنتسبين واللاعبين وراجي لهم التوفيق كاملين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.